أهلا بكم في برنامجكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أجمع أبناء وأشقاء وأقرباء آلاف المغيبين في محافظة الأنبار على أن التصريحات الحكومية التي تنفي وجود مغيبين أو مختطفين لا تفتقد إلى المسؤولية الأخلاقية فحسب، بل إلى الضمير الإنساني عندما لا يشعر بأبناء وأمهات عراقيين تم اختطافهم قسرا وتغييبهم بدوافع طائفية معلنة. وشجبت أسر المغيبين التصريحات غير المسؤولة، لا سيما تصريح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي أنكر فيها وجود مغيبين من الأنبار، فضلا عن تصريحات رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الذي غير تسميتهم من مغيبين إلى مغدورين. وقد ناشدت الأسر من محافظة الأنبار المنظمات الدولية للتدخل والضغط على الحكومة في بغداد من أجل عدم تغييب هذا الملف الذي يمثل جرحا إنسانيا عميقا، بينما أمهات وزوجات المغيبين ينتظرن معرفة مصير أبنائهن وأزواجهن. وفي غضون ذلك نظمت العشرات من النسوة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار وقفة للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم وسط صرخات تطالب بالكشف عن مصيرهم وتسليمهم لجثمانهم إذا ما تم تصفيتهم. دعونا نشاهد هذه اللقطات من مدينة الرمادي في الأنبار. خطفة بغداد الجديدة يولمو شبابنا، الله أكبر، يولمو تخبرت. أنا تخبرت أول مرة، أنا بحاسبة الشعب أدور لأولادي يقولوا لي ماكو 3/7/2015 وخطفونا 5 بغداد الجديدة. وينكم يا الحكومة؟ وينكم يا الأنبار؟ يا ولو مو ظلالة وتقبلنا، يا ولو يا ولو ما نريد فلوسكم، يا ولو راح تحقوقها، ويلي عالشهيد راح تحقوقها. يا ولو ما خليت لا الناصرية لا البصرة لا سجن التاجي ادور الولادنا الخمسة ما لقيتهم. يا ولو يا ولو بقت اليتامى والارامل بركبتي، يا ولو معاملاتنا نايمة بالمؤسسة، ما نريد رواتب، ما نريد، نريد ولدنا. صرخات مؤلمة حقيقة. وفي موازاة ذلك وموازاة مشكلة التغييب تبرز معاناة أخرى لذوي المعتقلين ممن ينتظرون إقرار قانون العفو العام. فعلى الرغم من مضي نحو 7 أشهر على عمر الحكومة إلا أن قانون العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السياسية، لا سيما تلك المكونة لتحالف إدارة الدولة، بسبب الخلاف على الفئات المشمولة بالقانون لغاية الآن. ويشير مراقبون إلى أن هناك إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي الموالي لإيران لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي منحت سابقا لأطراف الأخرى في تحالف إدارة الدولة لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. في العاصمة بغداد وبالتحديد في حي العامرية نظمت مجموعة من أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين وقفة أمام جامع العباس في حي العامرية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين وإقرار قانون العفو العام. وشهدت الوقفة انهيار سيدة مسنة خلال مناشدتها. دعونا نشاهد هذه الصور. يا رئيس الوزراء قل لنا انت هذه الناس كلها برقبتك، كلها برقبتك، كلها يوم القيامة. يلا اطلق العفو، خلي العالم ترتاح. لا رئيس وزراء عنده كلمة، لا رئيس جمهورية عنده كلمة، لا رئيس عدل، لا فضوة معين. كافي كذب، كافي، لأن الناس ماتت. يا رئيس الوزراء
اطلعت بنفسك على التعذيب، واطلعت بنفسك على الدعاوى الكيديه، واطلعت بنفسك على الاحتفالات، واطلعت بالعفو العام. لا اله الا الله، ما راح تموت عشرينها. والله ما يصير، والله حرام عليهم. ما راح تموت عشرينها. حسبي الله ونعم الوكيل. والله انت ابرياء، والله انت ابرياء. سووا عادة محاكم يبقى نفس الحكم، نفس الحكم. قالوا ابرياء، دخل حلقه، قالوا ابرياء. وين الحلقه؟ اللي يجيني المخبز. وبحسب منظمات دولية وأقليمية ومحلية، يشهد العراق بعد 2003 زج آلاف العراقيين داخل السجون بسبب التهم الكيدية أو ما يعرف بالمخبر السري. واندرجت غالبية تلك القضايا التي أثيرت ضدهم في إطار العداوات الشخصية والتصفيات السياسية والطائفية وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب. وتؤكد التقارير المحلية والدولية على أن انتهاك حقوق الإنسان في تلك السجون بات سلوكا ممنهجا في الوقت الذي تكرس فيه السلطات ظاهرة الإفلات من العقاب. دعونا نشاهد جانبا آخر من الهتافات المطالبة بإقرار قانون العفو العام من أمام جامع العباس في حي العامرية ببغداد من قبل أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين، قبل أن ننتقل لاستعراض بعض التعليقات على فيسبوك حول هذا الموضوع. العراقيون كثر حول هذا الموضوع، ومنهم من علق وقال على فيسبوك. دعونا نقرأ بعض هذه التعليقات. كبدر البصري يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول معتقلون منذ سنوات، أولادهم كبروا، آباؤهم عجزوا وشابوا، وهم في غياهب السجون يعانون القهر والضيم. أبو عبود الهاشمي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يكتب الفرج لكل المعتقلين المظلومين. أم أنس تقول نطالب بالإسراء عن العفو، كافي، تعبنا ومات ولدنا بالسجون. أما عبد الرزاق فعلق كم من نفس زهقت روحها إلى الله وهي مظلومة، كم من زوجة فقدت زوجها واحترق قلبها بهتانا وظلما، كم من أم فقدت ابنها وعميت عينها وهي تجأر وتشكي إلى الله الذي يرى ويسمع إلى الله المشتكى. طبعا موضوع المعتقلين، ملف المعتقلين والمغيبين وقانون العفو العام، يعني من الملفات التي المهمة والملفات الإنسانية، ولكن بعد سنوات طويلة من عمر الحكومات المتعاقبة لم يوضع حد لهذا الملف الإنساني الحساس الذي يرتبط بآلاف الأسر في العراق. يعني موضوع المخبر السري، لو تحدثنا عن هذه الكارثة التي تتحدث بها مصادر حكومية ونواب في البرلمان ووزراء بأن المخبر السري قد يعني جلب المآسي وجلب الكوارث على الكثير من العوائل العراقية، ولكن ماذا بعد فوات الأوان؟ منهم من تم إعدامه، ومنهم ما زال يعني في غياهب السجون، ومنهم مغيب لا يعرف، مثل ما تحدثت هذه المرأة من الرمادي، قالت تم اختطاف ابني
في بغداد الجديدة في العاصمة بغداد عام 2015، ولغاية الآن هي ما تعرف مصيره وين، طيب ميت وين. فمسألة حساسة صراحة، مسألة إنسانية، لم تجد تحرك فعلي من قبل أي حكومة، بل تعمدت مثل ما يعني حيدر العبادي في أحد لقاءاته رئيس الوزراء الأسبق يعني أنكر، قال لا وجود لمغيبين من محافظة الأنبار، وهذا يخالف حتى التقارير الحكومية نفسها، يخالف كيف ما موجود مغيبين أو ضحايا ويتم صرف لهم من قبل مؤسسة الشهداء بعض منهم رواتب لهذا الموضوع. شلون يصير هذا الأمر؟ يعني ما معقولة أنه إذا ما عنده دليل يتم صرف إلى راتب أو استحقاق على أنه مغيب أو أنه من ضمن ما يعرف الآن ما يسمى بالعمليات العسكرية والعمليات الإرهابية الذي يندرج تحت هذا البند. فموضوع حساس، موضوع إنساني لم يحل لغاية الآن، لا يوجد يعني يبدو كأنه لا يوجد يعني تحرك فعلي ونية لإنهاء هذا الملف وفتح صفحة جديدة في العراق. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، برأيك بعد كل هذه السنوات ما زالت يعني عوائل المعتقلين، عوائل المغيبين يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم أو بإقرار قانون العفو العام عن المعتقلين المظلومين اللي راحوا بوشاية المخبر السري، اللي تم اعتقالهم بتشابه الأسماء من هذا القبيل، لماذا لغاية الآن بعد 20 سنة لا تشكل الحكومة لجان قضائية أو وزارة العدل بالتحديد لجان قضائية لفتح هذه الملفات؟ مرحبا بك. مرحبا، حياك الله أستاذ عمر، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله جميع السادة المشاهدين الكرام. يا هلا بك، الله يسلمك. أستاذ عمر، أكو بالآية بالقرآن: وبشر الذين ظلموا أي منقلب سوف ينقلبون. أستاذ، إحنا نعرف أنه العراق من بعد الاحتلال الأمريكي أو قبل الاحتلال الأمريكي من كان عندنا سجون، من كان عندنا معتقلين، ما كانت أنه عندنا هاي الأعداد الكبيرة، وصلت الآلاف، وصلت الملايين منذ الاحتلال الأمريكي ولحد الآن. هاي الاعتقالات العشوائية والمخبر السري اللي كان ما يعرف انه هاي الامور ولا انه مرت عليه من أزمنة ومن حكومات اللي حكمت العراق قبل 2005، من ضمن هاي الحكومات اللي نعرف بها حكومات طائفية وحكومات يعني اغتيالات، حكومات يعني على الهوية، حكومات طائفية اللي دمرت العراقيين. والآن عندنا آلاف السجون اللي هم كلهم بسلطة الأحزاب وملكيات وقياداتهم اللي أكثر من 10 سنين و15 سنة. كل رئيس وزراء يحكم من العبادي أو المالكي أو الكاظمي ما يقدر يسوي شيء وما يقدر يعطي عفو عام، لأنه من أكو أعلى من عنده بالسلطة، سلطة الأحزاب وقياداتهم ميليشيات، هم يسيرون أمر العراقيين، هم يسيرون أمر البلد، وإيران هي اللي تنفذ على حكمها على ضمن هذه الميليشيات. سلطة العفو العام اللي يقولون بها واللي قاعدين يقولون يقروا، هاي كلها كاذبة، هاي كلها يعني إعلانات وكلها يعني غير صادقة. لو كان عندهم يعني مبدأ العفو العام وتبرئة الأبرياء وتبرئة وتنظيف السجون لكان هذه مرت بالأعياد السابقة، ومرت مناسبات كثير عندنا، ومرت عندنا تظاهرات، عندنا صارت ناس وأبناء هاي يعني من أبناء الغربية ومن الموصل. زين، شو الفائدة يعني أبو عمر؟ طبعا فقط تصحيح للآية اللي ذكرتها في بداية مداخلتك: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هاي وحدة. شنو الفائدة اليوم؟ احنا كل فترة نشوف والله مؤتمرات مصالحة وطنية، اللي هذه تجمع طبعا الكتل السياسية نفسها اللي هي مشكلة الحكومات من العام 2003 ولغاية الآن. ليش ماكو تحرك فعلي على الأرض بحل هذا الموضوع؟ يابا لو ولدكم طيبين ذولا موجودين، لو ولدكم ميتين. أستاذ عمر، لأن الموضوع أكبر من هذا، ناس أبرياء يعني زجوهم بالسجون، يعني تهم كيدية وتهم أبرياء، يعني بتهم طائفية وتهم يعني المخبر السري، يعني يعرفون ماكو أي دليل وماكو أي أدلة تثبت بأن ذولا ناس متورطين بالجرائم أو بالإرهاب. ناس أبرياء إحنا كثيرة، لكن للأسف إحنا لا وزارة الداخلية ولا القضاء العراقي إنه يقدر يتدخل في هذا الأمر ويعني يقدر يسوي
له حل، لكن عندنا قيادات ميليشيات هي لازم الامور، وهي اللي من يعني دخلت على مناطقنا الغربيه وبدياله وموصي والانبار، وهي اعتقلت الشباب، وهي اخذت الناس، وهي هجرت الناس، وما زال الناس. ابو عمر من بعد تكلم معنا، شكرا لك. معنا اتصال اخر، اكو اتصال ثاني. هشام من بابل، تفضل هشام. الو، تفضل عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل هشام. هذه الاعتقالات اللي قامت فيها الميليشيات الإرهابية، ها، في الرمادي، في تكرير، في كل مكان، هذه قامت فيها ميليشيات الإرهابية السلام والحشد الشعبي وميليشيا بدر وميليشيا المجلس الأعلى الإسلامي، يعني حتى ميليشيا حزب الله مرورا بالجيش الحكومي المشارك مع ارتقاء. زين، ليش ما ليش الحكومة أو وزارة العدل بالتحديد ما تفتح هذا الملف، ملف اللي تم اعتقالهم بشكل عشوائي بسبب تشابه الأسماء، بسبب المخبر السري، وما زالوا أكو بيهم بالسجون لغاية الآن، ما عليهم حكم، ما عليهم حكم، وأكو بيهم مغيبين أهاليتهم ما يعرفون بيهم. خويا هذه الحكومة تخاف من 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 الأحزاب، صفة الأحزاب الغاشمة. ما تقدر أن تفتح أي ملف من الملفات الأخرى بسبب قوة هذه الأحزاب، لأن كل هالأحزاب الغاشمة الفاسدة القذرة هذه لديها ميليشيات إرهابية، يعني مثل ميليشيا سرايا السلام التابعة لهذا الطاغية مقتدى صنوف، إلى ميليشيات فيلق بدر التابعة إلى هذا العامري. نعم. يا أخي هذه أحزاب غاشمة فاسدة قذرة، هي قامت باعتقال الأبرياء في رمادي. نعم. بالفلوجة. هشام من بابل، شكرا لك، أعتذر على المقاطعة. أبو سمية من الأنبار، تفضل أبو سمية، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. سيد الكريم، أعان الله الوالدات اللاتي أعلن وقفة احتجاجية للمطالبة بأولادهن المغيبين، لكن يا سيد الكريم من تنادي، كما يقول الشاعر، أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ينادون المجرم لكي ينصفهم، والذين يرفعون لهم شكواهم هم أنفسهم المجرمون، المختطفون، الميليشياويون، الهمج وسمي ما شئت. يا سيدي، لا فائدة بكلام مختصر أخاطب هذه الحكومة بكلام مختصر، وأرجو أن يحللوا هذا الكلام المختصر. في إسرائيل مروان البرغوثي القيادي في حركة حماس اعتقلوه بتهمة الإرهاب، وأهله يعلمون بمكانه، بل وناقش رسالة الماجستير من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي تسميه حكومتنا بحكومة الاحتلال حسب تسميتهم. بالمقابل، في إحدى مدن الأنبار، إمام وخطيب انتقد افتتاح حانة للمشروبات الكحولية في مدينته، فتم خطف هذا الإمام والخطيب، ولحد هذه اللحظة لم يجد أحد جثته. فهذه رسالة مختصرة إلى حكومة الإرهاب في المنطقة الخضراء، وشكرا لكم. أهلا أبو سمية من الأنبار كان معنا. نذهب إلى ملف الاستيلاء على الأراضي من قبل المافيات المرتبطة بالأحزاب والميليشيات في العراق، على الرغم من تعهد رؤساء الحكومات المتعاقبة على إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت لدى الميليشيات وإغلاق أنشطتها ضمن ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، إلا أن أي من تلك التعهدات لم يتحقق، حيث تتخذ الميليشيات من منازل ومباني تعتبرها محجوزة بتهمة ارتباط أصحابها بما يسمى الإرهاب، أو من الذين هاجروا خارج العراق، أو من أصحاب النظام السابق بوصفهم مطلوبين، وتحويل بيوتهم إلى مقار لهم، فضلا عن سيطرتها على أراضي ومشاريع تدر عليهم أرباحا شهرية. في هذا السياق، نظم أصحاب محلات سوق النخوة في منطقة الشرجة بالعاصمة بغداد وقفة احتجاجية على نية المستثمر الذي استولى على السوق بدعم من اقتصاديات التيار الصدري، كما يؤكد أصحاب هذه
المحلات الذي طالب بدوره بهدم السوق وطرد أصحاب المحال، وطالب المتظاهرون بتدخل الحكومة وبتدخل أمين بغداد لوضع حل لهذه المهزلة على حد وصفهم. فلنشاهد جانبا من هذه الوقفة. يا امين يا امين لا تظلم المساكين، يا امين يا امين لا تظلم المساكين، يا امين يا امين لا تظلم المساكين، لا تظلم المساكين، يا امين يا امين. في غضون ذلك اندلعت اشتباكات بين عناصر الشرطة الاتحادية وميليشيا كتائب حزب الله في قضاء الدورة ببغداد، وكشفت مصادر أمنية عن أن الاشتباكات حصلت نتيجة رفض عناصر ميليشيا الكتائب تسليم أراض زراعية زعموا بأنها تابعة لهم بعد الاستيلاء عليها في منطقة البعيثة بقضاء الدورة، ما أسفر عن إصابة عنصرين من منتسبي الشرطة الاتحادية، مؤكدة بأن القوات الأمنية قامت بتطويق المنطقة وإغلاقها بالكامل. ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان الشرطة الاتحادية اقتحامها ما سمته معسكرا وهميا يحتوي على عجلات وأسلحة ثقيلة جنوب بغداد، دون أن تدلي بتفاصيل أكثر. دعونا نشاهد هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وحول هذا الموضوع وهذه الصور علق عراقيون، ومنهم من قال كعمر عباس قال البلد خربان وفصائل تريد الاستيلاء على أراضي الدورة الزراعية وتحويلها إلى سكنية، يتساءل وين الدولة من هذه العصابات؟ لو القانون بس على الفقير. والسياب يقول منو دخل السلاح لحزب الله وخلاهم يتمادون على الدولة وسيادتها؟ يقول متسائلا. ياسر الدليمي يقول سلم لي على الدولة والقانون اللي تحكم الميليشيات. مصطفى هو الآخر علق وقال بغداد والصبح وقت الدوام وما حد تدخل، لا رئيس وزراء ولا بطيخ، لأن يدري بنفسه إذا تدخل ويا الاتحادية يلزم الباب ويعوف الرئاسة، لأنه رئيس وهمي مو بيده بيد الأحزاب. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. مرحبا بك. الله يسعدك. أهلا وسهلا بك، تفضل. أبو علي من بغداد. يا أهلا بك أستاذي. المعتقلين كم واحد؟ شلون؟ المعتقلين. نعم. كم واحد؟ يعني بحسب أرقام وزارة العدل تقريبا يوصلون إلى 70,000. تقريبا 70,000. نعم. زين زين، كم شهيد؟ 7 ملايين. 7 ملايين شهيد. دول أمهاتهم مغطية بديوم بديوم، سوى حلقة عن شهداء غطية دول الشهداء أمهاتهم يمشون عليهم. هسا أنا لحاتيك أبو علي من ابني. نعم. علي استنشد 2006 بحزام ناسف، هو وابن اخوي شايف لي لو انا ابني. الله يرحمه ويعوض الجنه. شايف لي. نعم. شايف لي لو هسه ابني معتقل. ما معروفين ذول اللي طلعوا. ابو علي، ابو علي، ذول اللي طلعوا بهاي التظاهرات اغلبهم ما يعرفون اولادهم وين، اللي انخطف، اللي ما يدلون بي وين. نعم. لولا لقيت لهم الدواعش الملاعين. ما أبو علي. يعني 7 ملايين شهيد. أبو علي، يعني رقم 7 ملايين مبالغ به، هاي واحدة. ثانيا اللي طلعوا يقول لك ابننا مثلا في بغداد انخطف وراح. تمام؟ الشهيد اللي راح بعملية إرهابية واللي الله يرحمهم جميعا، نسأل الله أن يكتبهم شهداء عنده. إن كان بالطائفية 2006 ولا 7 ولا وراها السنوات اللي وراها. لكن هذه المقاطع اللي عرضناها قبل قليل هي مناشدات لنساء يطالبنا بمعرفة مصير أبنائهم. دا يقولون يا با ولدنا اللي انخطف ما نعرف بيوانه، قولونا طيب لو ميت ما بيها شيء. فإحنا كوسيلة إعلامية دا نعرض ما يحدث اليوم. مثلا هذا البرنامج يتناول ما يتم عرضه على منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي. استاذ. نعم تفضل ابو علي. استاذ عمر ذولا هسه ذني يجوز بعد يطلعون بعد سنه ذاك اللي مات استشهد وش وقت يطلع هذا؟ نعم رئيس البرلمان قالوا انكتلوا كلهم محمد الحلبوسي. نعم. انكتلوا لحد السيد الحلبوسي بس انا ابني استشهد 2006. الله يرحمه ويعوض الجنة. هو ابن اخوي. شكو شوية كالسلواني ابني بالسجن شوية لي. الله يعين العراقيين. والله يا ابو علي، والله يا ابو علي حقك مصيبة مصيبة. الله يعينك ويعين جميع العراقيين. 7000 سنة طقت. نعم. الشيعة 7000 يزيدي استشهد 12000 مسيحي. أبو علي كل العراقيين تأذوا من 2006 إذا تحكينا على الطائفية وما قبل الطائفية. نعم طولت علاقة الحد الآن الدواعش الحد الآن. نعم وهذا اللي يرحبها في شام أبو سمية. أبو سمية ما نيت دواعش. الله يعينك أبو علي والله يعين العراقيين ويرحم شهداء العراق جميعا. أنا أشكرك أبو علي من بغداد كان معنا. أبو علي كذلك يعني هيج المواجع بعد أكثر وأكثر على الوضع بالعراق. نسأل الله أن يرحم العراقيين يا رب، نرحم الشهداء ويرحم الأحياء كذلك ويلطف بهم. نذهب إلى موضوع القطاع الصحي في العراق، إذ صنف موقع نومبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم صنف العراق في المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم. وقال الموقع في تقرير له بأن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة في هذا المؤشر. وفي سياق ذي صلة، باتت الأخطاء الطبية في العراق سمة غالبة وظاهرة مقلقة بسبب تراجع الواقع الطبي عقب تسجيل مئات الوفيات والعاهات الدائمة سنويا، الأمر الذي دفع العديد من العراقيين إلى إجراء عملياتهم الجراحية
خارج العراق، فيما تكتفي وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بفتح التحقيقات فقط، حيث أكد ذو شابة تبلغ من العمر 18 سنة تراجع حالتها الصحية ووصولها إلى الموت بسبب خطأ طبي في مستشفى النسائية والتوليد مستشفى الولادة في محافظة كربلاء. دعونا نستمع معا لشهادتهم في المقطع التالي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. خمس دقائق قالوا جابوا الطبيعي، جابوا هسه قالوا طبيعي وفساعتين نسلمك اياها تاخذون البنيه والطفل وترحون. جابوا اخوش عشر دقائق طلعوا لي قالوا البنيه عندها نزيف، جيب لنا خمس بطاله دم. ركضت جبت الدم واجيت خمسه حطوهن ما ثبت فيها، قالوا بعد خمسه. واستمرت البنيه من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 7 المغرب البنيه تنزف. وصلناها 52 بطل دم والبنيه هي 52 بطل دم؟ 52 بطل دم 130 صفيحه وما استقرت، وثلاث عمليات خلال 12 ساعه. ليه شنو اللي صار؟ ومطيات جرعه زياده انفجر عندها بيت الرحم. فاول عمليه سوين جاب الطبيعي هي سليمه كل شيء ما بيها. فاول عمليه سوين عمليه عود سدن النزيف بيت الرحم. ورا اربع ساعات قالوا احنا لازم نسوي لها عمليه نشيل بيت الرحم. يابا شنو السبب؟ قال انفجر. شنو ليش انفجر؟ احنا ما نعرف، لا حول ولا قوه، سلمنا امرنا لله. شال بيت الرحم. ورا اربع ساعات رد نفس الحاله، شنو السبب؟ قال صار عندها نزيف ما سيطرنا. سووا عمليه بس ساعه، اخر عمليه طبت ساعه بالثنتين بالليل. ما انطونا البنيه غير الساعه بالستة الصبح. يعاني القطاع الصحي في العراق من انهيار كبير جراء تهالك البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية وسيطرة مافيات تابعة لجهات سياسية وحزبية وميليشياوية متنفذة على ملف استيراد الأدوية، حيث تقوم بتوزيعها على أصحاب المذاخر والصيدليات بأسعار باهظة مستغلة الفساد المالي والإداري المتجذر في وزارة الصحة بحسب تقارير برلمانية وصحفية. وقد رصد مواطن عراقي أعدادا كبيرة من المصابين بمرض السرطان في البصرة وسط انعدام الخدمات في المستشفيات التخصصية في المحافظة وغياب الأدوية اللازمة حسب قوله. دعونا نستمع لشهادته قبل استعراض التعليقات. إلى الضمار الحية في الحكومة العراقية نوجد. هاي اللي جاي يشاهدونها قدامكم هذه مستشفى الأورام السرطانية في محافظة البصرة، وهاي الناس المصابين بالسرطان بسبب استخراج النفط اللي صار نقمة على أهل البصرة. اليوم ينتظرون الموت بدون رحمة وبدون إنسانية، وماكو حتى مستشفى تليق بيهم. هذا النفط اليوم اللي يرفد ميزانية العراق 90% من الأموال صار نقمة على أهل البصرة، وماكو حتى علاجات لأمراض السرطان. جاي تشوفون قدامكم حتى الناس اللي يضربون جرعة كيمياوية على سرير حال اللي يضرب أي أبرة عادية، وربما هذا العلاج الكيماوي يكون آخر جرعة إليه بالحياة. مو المفروض اليوم توفرون مستشفى تليق بيهم؟ مو اليوم المفروض توفرون أدوية وعلاجات للأمراض السرطانية من أموالنا من ميزانيتنا أهل البصرة؟ اليوم المصاب بالسرطان ما محتاج تبليغ ولا محتاج مقرنص، محتاج علاج، محتاج علاج كيميائي، محتاج أجهزة كشف مبكرة للأمراض السرطانية، لا سيما كل محافظة البصرة أو أغلب البيوتات في محافظة البصرة صارت عندهم حالات سرطانية. التعليقات نقرأ، يقول ليث: شفنا الوال من مركز الأورام اللي بالبصرة، يقول تعبان مصغير جدا والناس نايمة بالقاع. أما آيات سعدون فيقول: عبالك سوق هرج، الناس الواقفة تنتظر العلاج أكثر من النائمة وتأخذ علاجها، اللي إلى متى يقول هذا الإهمال والاستخفاف بمرضى الأورام المن تشتكي ما ندري. أبو رضا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله نسأل الله أن يهلك الفاسدين. وصلوا البلد لهاي الحال، لا خدمات لا مستشفيات بها خير.
ناصر يقول لو بس أعرف المحافظ ليش ما يهتم بالمستشفيات أكثر من الشوارع، لو هم خاف تنحسب لغير حزب. أو نذهب إلى موضوع المشاريع. افتتح رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني قبل أيام في زيارته إلى مدينة الموصل مجسر السويس في المدينة، وقد أكدت مصادر محلية بأن هذا المشروع غير مكتمل ولم تنجز فيه شبكات المجاري، واستغربوا من افتتاح هذا المشروع في غير المكتمل وعدوه مخالفة إدارية وقانونية وهدرا للمال العام. دعونا نشاهد هذه الشهادة حول هذا المشروع الذي وثقها مواطن من الموصل. هذا قدامكم وهذا التبليط، هذا كان من المفروض أنه يصير بمعالجة يعني الأنفار أو المياه الثقيلة، مشروع وزاري يعني اللي حدا وقت البارحة كانت البواري موجودة. أريد نعرف البواري وين راحت، مدفونة؟ زين إذا مدفونة وين المنهولات مالها؟ يعني شوف حتى مكان يعني أشوف يعني شوفون يعني هذا الشارع، هذا يعني إيه أنا بهاي الصفحة البواري اللي هي 160 ملم أو 160 سنتيم القطر البوري، البواري انشالت. أريد توضيح من دائرة المجاري، أريد توضيح يعني من الوزارة، هذا مشروع وزاري، المقاول ليش وقف شغله؟ هناك عدة تساؤلات على الحكومة المحلية والدائرة الإجابة عنها. من الموصل شمالا إلى البصرة جنوبا، تحدث مواطن من البصرة عن الجسر الرابط بين مركز البصرة وقضاء الزبير، وكان من تنفيذ وزارة النفط قبل سنوات قبل أن تتبخر الأموال كما قال المرصودة له. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن. هذا جسر الزبير الجديد، هذا اللي راح ينفتح بنهاية هذا الشهر حسب تصريح وزارة النفط. نبذة مختصرة عن حياة هذا الجسر، هذا الجسر وضع حجر الأساس ب 2017 بزمن وزير النفط جبار العيبي الله يذكره بالخير. جبار العيبي قال هاي مكرمة من وزارة النفط إلى أهالي البصرة الكرام، لأن أهل البصرة يستاهلون كل الخير. فترة المشروع سنة واحدة، ب 2017 وضع الحجر أساس، فترة المشروع سنة، طول مال الجسر 200، وهسه احنا لقيت 23، يعني صار سبع سنوات يلزقون به تلزق. عم الصين، الصين بنت جسر طوله 80 كيلو، يعني يمتد منا من الزبير لحد القرنة بالبحر، الفترة الزمنية السنة واحدة 80 كيلو، وهذا 200 متر، صار لكم سبع سنوات يا وزارة النفط تلكعون بيتل. لا والطامة الكبرى السيد وزير النفط الجديد هم حاط صورته وحاشر نفسه بهذا الجسر، هاك مثل ما قاعد تشوف، هاي شوف هاي القطعة برعاية السيد الخبير مستشار السيد رئيس الوزراء. ماكو ايش كلام عمو، ماكو ايش حكي. إلى الجسر الهولندي في الناصرية بمحافظة ذي قار كما هو معروف، والذي بات اسمه كما يؤكد عراقيون وناشطون من المدينة بالجسر المزروف أي المثقوب، بعد عجز الحكومات المتعاقبة كما يقول أهالي الناصرية بعد الاحتلال على ردم حفرة وسط هذا الجسر، على الرغم من أن هذه الحكومات ادعت أكثر من مرة بأن هذه الحفرة التي أو ردم هذه الحفرة التي سرعان ما تعود بعد فترة وجيزة بسبب سوء تنفيذ عملية الردم وعملية الصيانة. دعونا نشاهد كيف علق ناشط من هناك على هذا الموضوع. طلبية كم طيارة وطارت في فرد طيارة، طبعا هذا الجسر الهولندي جدنا به أكثر من مرة ومن مرتين وثلاثة، وقلنا الله أكبر يا مسؤولين يا مرشحين يا أعضاء مجلس النواب يا مسؤولين عن المحافظة، هذا واقعنا بالناصرية، يقولون به أهالي مدينة الناصرية قاموا يطلقون عليه الجسر المزروف. تدرون أبناء مدينة الناصرية غيروا اسم هذا الجسر من الجسر الهولندي إلى الجسر المزروف. من سقوط النظام من 2003 لحد الآن ما قدروا يعالجون حفرة بالجسر، شلون راح يقدرون يعالجون واقعنا؟
شلون راح نتقدم لقدام؟ شلون راح نقضى على السلبيات اذا ما قدرنا حفره بجسر ما نقدر نعالجه؟ حول هذه المقاطع والمشاريع المتلكة في العراق علق عراقيون ومنهم حسن الحسن قال هاي قبل أكثر من 6 أشهر قال المحافظ راح نبني جسر بجانب الجسر الهولندي ونعيد بناءه ومن ذاك الوقت لحد الآن ماكو شيء. علي يقول والله عجيبة هاي الأوادم ما تخاف من الله كافي بوق من 2003 ولغاية الآن ما شبعته. حيدر يقول حكومة فيسبوكية وشعارات فقط والأرصفة كل يومين تتبدل هاي إنجازات المشتكى إلى الله تعالى. أم عباس تقول طبعا إذا الواسطات والعلاقات تشتغل والمدراء والمسؤولين محمين واللي يقعد بالكرسي يلزق إلى التقاعد إشلون بعد يصلح ينصلح حالنا؟ تقول أم عباس. دعونا نذهب إلى الهاشتاج. يعيش أبناء سامراء وضعا مأساويا أشبه ما يكون بالأوضاع التي تعيشها المدن المحتلة كما يؤكد أبناء هذه المدينة التي باتت من حصة ميليشيا السرايا وفقا لخارطة نفوذ الميليشيات. وتؤكد مصادر محلية بأن هذه الميليشيات تدفع أفرادها تحت غطاء الطلاب كما يقولون في جامعة سامراء ممن يسكنون في الأقسام الداخلية إلى افتعال مشاكل في المدينة بين الحين والآخر لا سيما ما حصل مؤخرا حينما هاجموا صاحب محل لبيع أجهزة الموبايل بالهروات والأسلحة الجارحة ومطاردته مع والده إلى المستشفى التي أو الذي نقل إليه فضلا عن ترديد عبارات طائفية كما نقل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تقوم الميليشيا باعتقال الشاب عبد الوهاب السامرائي صاحب المحل وتقتاده إلى جهة مجهولة على الرغم من كونه هو من اعتدي عليه كما بينت الصور والمقاطع التي عرضناها لكم في حلقة صوتكم الأسبوع الماضي. واحتجاجا على اعتقال الشاب والممارسات الطائفية في المدينة تفاعل مدونون وناشطون عراقيون في تويتر على وسم سامراء ضحية المافيا الإيرانية. دعونا نقرأ بعض التغريدات تحت هذا الوسم. يوسف الدليمي يقول مطلبنا أن يخرج المظلوم عبد الوهاب السامرائي من السجن ويجرى تحقيق لمحاسبة 200 شخص أو أكثر قاموا بالاعتداء عليه وعلى عائلته بالضرب وبالسكاكين وأيضا قاموا بشتم الصحابة وأمهات المؤمنين وإلى جميع أهل السنة في العراق لنا وقفة في ذلك. أما كرار فيقول مدينة سامراء العراقية تأن من وطأة الميليشيات المجرمة وعلى رأسها سرايا السلام كما يقول التابعة لمقتدى الصدر. أحمد يقول ما فعله الطليان في ليبيا يقصد الإيطاليين في ليبيا والفرنسيون في الجزائر من جرائم فعلته العصابات العراقية إيرانية الولاء في المدن العراقية بمسمى التحرير. برهم يقول اللهم احفظ سامراء وأهلها من كل خطر ومصيبة. تفاجأ الباعة المتجولون في سوق المسيب الكبير في بابل بقرار إزالة بسطياتهم وطردهم دون سابق إنذار أو إيجاد مكان بديل لهم. وطلب الباعة الجهات الحكومية المختصة بإيجاد أماكن بديلة لهم كونهم يعملون في السوق منذ سنوات طويلة ولا يرتبطون بمهنة أو عمل آخر. دعونا نشاهد معا ما يقوله الباعة المتجولون في هذه المادة الواردة عبر خدمة أنت ترى فنتابع. نسوي انفجار نغسل السوق ونبسط هسه في يريد يشيل نايته وين يروح؟ لا رواتب ولا أسخام ولا أطعام وهاي عالم كلها عايش على السوق هذا وهو سوق أساسي سوق المسيب الكبير مضروب النفل بي خوش هذا مو حد سوينا بديل سوينا سوق نظامي وإحنا نوخر عمي سوينا بديل ما سوينا بديل على اللي ما يبيعون الناس الناس ناس بيع الناس بيناتهم والله تعال يجيك عسل حسه جانا منا للي نطب بشغل نفلش شنو عم منا اللي يطب بشغل نفلش وين قاعدين احنا غرب العذا هي هيته كل ما لو يفلش احنا مر نسلب ونفلش لحد يقول لنا ليش بعد ماكو دوله العذا ذا هيك غير يجي غير يجي قبل وقت يبلغك شهر شهرين يا بالشباب سووا لنا مكان اكو ذن ساحات هواي سووا بيه سوق مسوي لك مدينه سوي سوق ونروح احنا نقعد بيه وانت تعال اشتغل على راحتك انت بس انت سوي انت جاي تسوي لي كورنيش على استاد والعالم كتله الجوع شنو ابي كورنيش العالم شنو ابي زين سيارات دطب عادي مو دطب بالسيارات لعد ليش جاي يفلش خليه يجي لعد على 10 مترات يفلش ل 10 محلات على 10 مترات يطبوا له حجرات عشان دطب هاي السيارات الكبار شيل الزبائن شلون الطوب من جدو جدك هو هذا سوق شنو كورنيش مو هذا سوى الامريكان الكورنيش هذا على اساس سوى حجر شو رجع عند دفن وهي نفس الشيء
انت من دش قل لي تعال عزل وشيل من النار، طيني مكان، طيني حال، طيني بسط مكان ده عيش وعيش جالي. قلت فجأة يلا تعال من النار وشيل، شلون عم وين نروح؟ وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.